السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العقرب. صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وكنت بتعاني من السحر او من المس او من الحسد او من تعطيل، اكتب تم وانا هديك اللينك العلاج لقناة الشيخ يوسف، القناة الثانية للعلاجات بإذن الله تعالى، أو في صندوق الوصف هسيب لكم اللينك. وما تنساش أحبابي في الله، لأن كثيرا بينسى يدعم الفيديو باللايك وهذا بيفيدنا في إصعاد الفيديو أخواتنا في الله فضلا وليس أمرا. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا شايف عندك سلطة، أو عندك سلطة واقف في صفك، يعني السلطة حد واقف في صفك أو حد واقف معاك أو حد ناصرك بفضل الله تعالى، هذا واقف معاك مساعدك. بس خلي بالك هنا برضو في عدو عن طريق الشريك، شايف في حد عايز يستغلك، هذا عدو عايز يستغلك، عايز ياخد حقك في الماديات. خليك زي ما انت، قلبك ابيض وواثق من نفسك، عندك قوة، معك قوة، قلبك ابيض فبلاش الناس ابعد عنها وخليك واثق من نفسك، لان برضو عندك سلطة تمسك مال، هتمسك مال كويس، هتظبط بيه امورك، يعني هتظبط بيه نفسك الفترة اللي دايه. انا شايف بس انت يعني اليومين دول معرض لشوية الحسد، ان انت عندك حسد شديد، بتعاني من ضغط نفسي، من حيرة أو محتار، لكن برضو عندك شوية تعب في المفاصل، هذا من الحسد، أو شوية كركبة معاك في شوية مواضيع في الشخصية، كله من الحسد، راح ينتهي بإذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. أنا شايف إن أنت هتاخد خطوة لقدام، والخطوة دي هتقف على أرض صلبة بإذن الله، والقرار اللي هتاخده هتتأكد ان هو من صالحك وهيكون القرار الصح، لان انا شايف عندك نجاح وتخلص ورق سفر، ورق سفر بإذن الله، والسفر هيكون فيه خير ليك، خير ليك وفرحة او سعادة، فيه خير ليك بإذن الله تعالى. شايف في باب الحظ هيفتح معاك بالخير بالنصرة ان شاء الله، خير فيه الباب وفيه سعادة ليك. بسم الله الكاشف. أنا شايف إن أنت ناوي على بيت جديد، أو ناوي على تجديد أمور، في حاجة هتتجدد في منزلك، سواء بيت أو سكن أو أشياء هتتجدد في المنزل. شايفك إن أنت بتظبط من نفسك الفترة اللي جاية، بتتحسن في علاقاتك، في خروجك، في هتخرج من الطاقة السلبية اللي حواليك وهتتحسن، والأوضاع هتتحسن معاك بإذن الله تعالى. شايف هتكون فتحة رزق قدامك. شايفك إن أنت بتسأل عن أسئلة كثيرة، بتسأل أسئلة كثيرة، بتسأل نفسك أسئلة كثيرة أسيرة بأمور حواليك. دع الأمور للخالق وراح تحل كل أمورك بإذن الله تعالى. خليك واثق من نفسك زي ما أنت، ويقينك بالله، يقينك بالله إن شاء الله. عليك بالاستغفار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عليك بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم الله الكاشف. خلي بالك ان برضو مهما يكون قلبك طيب فبلاش تدي الثقة لكل الناس اللي حواليك، عشان في تعابين واقفين قدامك، في تعابين واقفين قدامك، فخلي بالك ما تديش الثقة، ما تفتكرش كل الناس قلبها ابيض زيك، انت قلبك ابيض مش كل الناس زيك، خلي بالك في تعبان او تعابين هتكون قدامك، خلي بالك وكن حريص، ما تديش الامان لكل الناس، ما تأمنش كل الناس، ما تطلعش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. ان انا شايفك هنا برضو بتطرد ناس من قلبك، بتخرد ناس بحيث تخرد حد من حياتك. بسم الله الكاشف. انا شايف ان انت ناوي على حاجات كثيره في التغير، ناوي تعمل حاجات كثيره، ناوي ترمي ورا ظهرك اشخاص كثيره جدا، يعني هم دول عملوا لك مشاكل، تعبوك، انت كنت محتاج لهم وما لقيتش حد يقف جنبك، كنت محتاج لهم وما لقيتش مساعده منهم، مع انك ساعدتهم، مع انك وقفت جنبهم، لكن ما ردوش اللي انت عملته فيهم. انا شايفك برضو ان انت حاول تستقر لنفسك، حاول تستقر بذاتك،
ما بقيتش تتكلم كتير، ما بقيتش مستهم بحد، بقيت باصص لهدفك، باصص لطريقك، باصص توصل لهدفك الصحيح وتوصل للمكان اللي انت عايز توصلها. انا شايف عندك هنا امضى، بتمضي على اوراق امضى، ان شاء الله يكون خير الامضاء ده، باذن الله يكون خير ليك او سعادة ليك ان شاء الله. صلى على الحبيب المصطفى. بسم الله الكافي. انا شايف برضو هنا ان انت عندك خير كتير، شايف الخير هيكون قدامك في هرم خير باذن الله تعالى، في خير هرم باذن الله. شايف هنا في ردوع، حصل انفصال ما بينك وما بين الشريك بسبب كلام او بسبب الشك، حصل انفصال، وكان سبب واحدة ست اللي قلت لك التعبير، خلي بالك خلي بالك التعبير اللي قلت لك عليه، هي الست اللي حصلت ما بينك وما بين الشريك، كسرت قلبك او كسرت قلب الشريك، او حصل انفصال او مشاكل او زعل ما بينك وما بين الشريك، فان شاء الله يكون في صلح وفي ترتيع الامور كما كانت باذن الله. مع انكم اكتشفتوا هذا الشيطان او هذا الشيطان اللي اذاكم بالكلام وبالسم بتاعه بسحره، ان شاء الله راح ترد كما كنتم ويردع الوضع كما كان والأحسن، وتعرف هذا اللي أذاكم إن شاء الله. بسم الله الكاشف. أنا شايف هنا السفر قريب منك، السفر قدامك كذا طريق سفر، بترتب أو بتحجز، شايفك بتحجز لسفر أو بترتب للسفر، إن السفر قريب منك يا عقرب. شايفك هنا أنت مازال بتضحي، يعني مازال بتضحي، مازال بتعافر، مازال ما بينك وما بين الشريك برضو مشاكل، برضو عمال تعافر وتمشاكل وما بينك وبين الشريك. انا شايف ان انت برضو اخدت فترة من الفترات اللي كانت في حياتك، يعني من الفترات اللي كانت متعبة، يعني الفترة دي كنت بتعاني، شايف منها ان انت كنت بتعاني، كنت تعبان، كنت مخنوق، لحدك الان بتضحي لحدك، ومازال برضو عمال بتضحي، يعني بس انت فقدت ناس من المقربين واخرجتهم من حياتك. بسم الله الكاشف. لدرجة برضو هم يعني اخذوا منك كل حاجة وانت ما خدتش منهم حاجة، غير المشاكل وغير الطاقات السلبية اللي دايما عاملة لك توتر، عاملة لك حيرة، وعاملة لك مشاكل. انا شايف عندك هنا في ناس مركزة عليك من الاهل او من الاقارب، مركزين على شغلك، العيون عليك مش سايبينك، مركزين على حتى لبسك، مركزين عليها، حتى منظرك او شكلك باصين عليها ونظرين عليها. ربنا يبعدهم عنك، ما تخليش حد يمسك على غلطة، ما تخلي عينهم، هينسوا كل الحلو اللي عملته وهيمسكوش غير الغلطة دي، يعني هينسوا كل الحلو اللي عملته وما يفتكروش غير الغلطة اللي عملتها، فما تخليش حد يمسك عليك غلطة. والست اللي أذياكم، اللي حابة تدمركم أو توقعك في مشاكل، ما تخافش ربنا معاك، لأن قلبك أبيض وقلبك صافي وبتحب الخير للناس كلها وما بتحبش الكذب، ما بتحبش تأذي حد، فكل الخير إن شاء الله هيكون معاك. نشوف بالودع لما برد العقرب بيقول لك ايه تاني. فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله، فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للنار والقاتل في السبب. ان شاء الله شايف لك الطريق، هتوصل باذن الله تعالى. اللي بتفكر فيه، الهدف اللي بتفكر فيه، المشروع اللي بتفكر فيه، انا شايف طريقك مستقيم وهتوصل لهدفك، يعني هتكون في مشروع او بتقدم على مشروع او وظيفة مقدم عليها، ان دايلك من وراها ربح مال، هاي الوظيفة او هاي المشروع ان شاء الله راح تنجح فيه، المشروع ده او الوظيفة راح تنجح فيه بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف. انا شايف هنا ان في شخص بيحور عليك، عايز يأذيك، بيمثل عليك يقول لك انت مفيش زيك في الدنيا، انت انسان طيب، انت انسان صادق. هذا الشخص بيكذب عليك وبيحور عليك وعايز يأذيك. ما تسمعش لحد، انت عارف نفسك، فما تسمعش لحد، سيبك من ما تقرنش ودانك وترمي ودرك للناس اللي هم بيقولوا كده لكن في قلبهم سواء.
خلي بالك من نفسك الايام الجايه، واستهم بصحتك، خلي وجهك ينور كما كان، لان شايف عندك الكسل والتعب والخمول، وحتى صحتك مش مستهم بيه، استهم بنفسك واستهم بصحتك. انا شايف هنا في حرفين قدامي، حرف الف وحرف الواو، هذا الحرفين دول خلي بالك منهم، خلي بالك منهم الحرفين دول، حرفين دايما وراهم اذى ودايما وراهم سم، فخلي بالك منهم، خلي بالك وكون حريص. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله شايف في فتحة خير، فتحة كلها نور وكلها بياض، فتحة فيها رزق، في باب هيفتح قدامك فيه الرزق، فيه الراحة، فيه السعادة، داي لك ان شاء الله ربح باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. انا شايف في هدية، في هدية، الهدية دي هتكون يعني قيمة من حبيب، او انت بتدي حد هدية، داي لك هدية قيمة كويسة او انت بتديها لحد. قدامك خطوتين، وهذا الهدية هتكون في ايدك بتديها لحد، لاما مستلمها من حد. وشايف برضو انا في لقاء موعد غرامي بينك وبين صديق، او بينك وبين حبيب موعد غرامي. بسم الله الكاشف، انا شايف هنا كذا موضوع هيكون معاك، هيكون في خير، يعني انك ناوي على سفر، ناوي تشتغل على نفسك وترد حقك. انا شايف في كذا موضوع او كذا حاجة هتحصل. شايف هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بتجهز نفسك عشان تنتقل لمكان لمكان، او بتجهز مالك لانك تشتري شقة او تشتري بيت او تشتري مكان، بتجهز حالك ان شاء الله تنتقل من مكان فيه راحة، فيه سعادة، نقلة خير ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح للمغرق، بسم الله الكاشف. ما تقلقش، ما تقلقش، عندك اخبار حلوة، سيب الامور لله، ما تقلقش، ان توقعاتك جيده وتوقعاتك كويسه، وفيها خير ليك، فيها تغير جذري لكل حياتك ان شاء الله، فيها تغير بالفرحه، بالسعاده، بالاطمئنان لقلبك، لان قلبك طيب. اللي حصل ما بينك وبين الشريك وكسره القلب هيرد وهيردع ان شاء الله، لاما هيكون في زواج مره اخرى. واللي كاتبه ليك ربنا تشوفه، لو كانت السعاده للرجوع فهتردع، وان كانت السعاده للزواج فهتتزوج. لأخواتنا في خطوبة قريبة، لأن شايف في فرحة في أهل بيتك، بالسعادة، مبسوطين، فيها تلبيس خواتم، لإما فرحة، لإما زواج، لإما هذه في بيتك. صلى على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر. أنا شايف إن أنت تقف على أرض صلبة، أرض منصوبة، هتقف وهتكون ثابت، مش شايل هم حاجة، شغال على نفسك، شغال على الدراسة، شغال بتدرس، أو شغال على نفسك في شغلك أو مشروعك، أو أنت شغال في مشروعك، لأن أنا شايف عندك ورق في المحكمة، إن أنت بتسأل، أنا شايفك بتسأل المحامي، هذا يكون ورق في المحاكم، إن شاء الله هيكون خير بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا إن أنت زرعت خير، هتحصد خير بقانون إن شاء الله. في مال ديلك، ممكن يكون دين او هديه او حاجه ديالك قريبه، او حواله ديالك، في مال ديلك ان شاء الله قريب. انا شايفك ان انت غلطان او ندمان، على شايفك زعلان متضايق من كلام فضفضته او قلته او حكيته لحد، والحد ده ليست، او الشخص ده ليست محل الثقه، اختزلت فيه هذا الشخص فهو كذاب. بسم الله الكاشف، انا شايف ان هنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. شايف ان عندك انفراداتك كويسه، هيكون عندك انفرادات بعد الضيق او بعد التعب وبعد الخنقه اللي حصل معك او اللي مريت بيها، رايح هتخرج للفرح والسعاده. في بابين هيفتحوا قدامك تاني، باب العاطفية، باب قلبك، باب الزواج أو باب العاطفية، أو باب الرجوع للزوجة، في رجوع أو فرحة، وباب الرزق إن شاء الله يتفتح قدامك، وهتمشي في مشروعك أو هتمشي في طريقك أو هتوصل لهدفك اللي أنت عايز توصل له، هتوصل له قريبا بإذن الله تعالى، وده لك ربح مال إن شاء الله. في حدا راحت منك أو انسرقت منك، مزعلاك، راح تلاقيها او راح تردع لك اللي راح منك. انا شايف هنا برضه في حد فرق الحياه عزيز على قلبك وسابك، يعني انت حسيت كدية ان الحد دخل قلبك او حبيته،
فحسيت بالفراق وندمان أو زعلان. إن شاء الله ترضعوا كما كنتم بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أطلق، بسم الله الكاشف. حاول تخلص من الحسد والسحر، حاول تخلص منه، هذا هيعمل لك عراقيل في حياتك او تعب، حاول تخلص منه. وانا اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، او اكتب تم وانا هديك باذن الله تعالى الطريقه، او اكتب تم وانا هديك اللينك قناة الشيخ يوسف، القناة الثانية للعلادات بإذن الله تعالى، ونشوف رسالتك بتقول لك إيه يا مواليد برج العقرب. فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو باللايك أحبابي في الله. ربنا يأخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة. ربنا يأخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.